شنجان سي اس 75 بالإضافة لشنجان سي اس 85 وسي اس 95 لموديلات 2022 من صالة المجدوعي وكيلها بالمملكة. راح نستعرضها لكم بشكل كامل بهذه التغطية. طبعا كل سيارة راح نغطيها لكم بشكل منفصل عن الثانية. خلونا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. كالعادة يا سادة تغذيتنا لليوم نتكلم عن العلامة الصينية، نتكلم بالتحديد عن علامة شنجان. نستعرض مع بعض أكبر سيارة SUV في فصول سيارات شنجان CS95 من صالة المجدوعي وكيلها بالمملكة. نبدأ تقييمنا للسيارة في الواجهة الأمامية، أكيد هوية شنجان بشكل كامل. الشبكة الأمامية جاء عليها تطعيمات كروم، أسفل هوية شنجان أكيد. كاميرا أمامية من أصل 4 كاميرات محيطية تعطينا رؤية 360 درجة ورادار أمامي وحساسات أمامية بالإضافة لفتحات للتهوية موجودة بالواجهة الأمامية. طبعا الكروم طاغي في الواجهة الأمامية بشكل كامل. الفئة اللي اليوم موجودة معنا هي فئة الرويال اللي تعتبر أعلى فئة في شنجان CS95، منها أكيد فئة البلاتينيوم بالإضافة للفئة الكلاسيكية. كل هذه المواصفات موجودة عليها، لكن نتكلم عن أعلى فئة، نتكلم عن أعلى باكج، عن أعلى المواصفات اللي موجودة فئة الرويال. هي طبعا عدستين بالنسبة للعالي والواطي. هذا الإضاءة طبعا إضاءة LED النهارية مميزة في الشوارع في الطرق، بتشوفها بمجرد ما تشوف هذه الإضاءة بتعرف إنها سيارة شنجان CS95، تعتبر مميزة حتى في الطرق. خط من الكروم بشكل كامل، الجزء الجانبي طبعا مقاس الجنب 19 إنش، كاميرا جانبية. طبعا الكاميرات المرايات مدمجة بالزجاج. خاصية الدخول الذكي أو المتعارف عليه بالعامية بالبصمة. أسفل السيارة جاي خط من الكروم بالإضافة للجزء العلوي جاي عليه عوارض بالسقف وسقف بانوراما. طبعا البعض يسأل وش التغييرات اللي حصلت على الموديل الحالي. طبعا مقاس الجنط ما شاء الله مميز 19 إنش، أكبر من مقاس الجنط اللي موجود على CS85. مقاس الجنط بالتحديد 245-55R19. الكروم جاي على هذا الجزء بشكل كامل، بالإضافة لهذا الجزء جاي باللون الأسود. طبعا اللون الأسود ضايفين على أغلب التفاصيل او اغلب القطع موجود عليها اللون الاسود. وهذه الحساسات الخلفية والجزء الخلفي، فتحتين للعادم 360 نيوتن او تيربو. طبعا عزم الدوران والتيربو CS95، وهذه الكاميرا الخلفية. فور ويل درايف ما شاء الله، تاخذ هذه المساحه اذا انك طويت المرتبه الاخيره المرتبه الثالثه. اما اذا رفعت المرتبه الاخيره فبتاخذ هذه المساحه. بكل الاحوال انت بتاخذ مساحه في شنجان CS95، بكل الاحوال بتاخذ مساحه. منفذ 12 فولت. طبعا فيها التحكم بالقفل الشنطة الخلفية كهربائي بس، لكن البطاريات مفصولة طبعا، كلها توها واصلة للصالة فكلها مفصولة.
التيربو. طبعا هذه كلها اكسسوارات او اضافات تميز السيارة، تعطيها طابع جميل على غطى المحرك بالاضافة للجزء الجانبي، فاضافات جميلة لكن كلها ما هي فتحات حقيقية. غطى المحرك، نظرة سريعة للمحرك، 2000 CC مدعم بتيربو، GDI، حقن مباشر، ما شاء الله وضعت الذاكرة للمراتب ب3 وضعيات ما شاء الله. طبعا هذا الجزء كله كروم، وهذا الجزء جاي بيانو بلاك، مقابضها طبعا كروم ما شاء الله. تصميم الداخل تصميم رايق وجميل، تصميم مميز. التحكم بتراكشن، مستوى الإنارة، فتح الشنطة الخلفية، فتح غطاء التانكي. طبعا هذه المساج، طبعا ما شاء الله فيها مساج. تحريك المرتبة جاية بشكل كامل جلد، ارباقات فيها. هذا الجزء جاي بيانو بلاك، طبعا مثبت السرعة المتفاعل بالإضافة لتسخين المرايات الجانبية اكيد عليها، والنقطة العمياء كلها موجودة، كل الانظمة المعروفة او اللي وصلت لشركات السيارات بشكل عام موجودة في شنجان CS95 بشكل كامل او بشكل بسيط. تحكم بالستيرينج، تحكم بمستوى الصوت والرد على المكالمات، نثبت السرعة الذكية اكيد، خروج عن المسار، تحكم بالميديا والجير طبعا ما شاء الله، تبريد تسخين بالمراتب، وضعيات القيادة، اوتو بريك، المعذرة اوتو هولت والبريك الالكتروني، وهذه وضعيات الدبل. الشاشة موجودة بالكونسول الوسطي بالاضافة شاشة خاصة بالرحلات. سك بانوراما بشكل كامل بيانو بلاك، مقابض كروم، تكايا بالوسط اكيد عليها، حملات اكواب 2، منفذ USB. طبعا المرتبة الاخيرة، المرتبة اللي بالامام راجعة لاخر حاجة، المساحة فيها تعتبر مميزة، طبعا في كل أريحية المساحة تعتبر مناسبة، 4 أصابع تعتبر مناسبة. هذا الجزء كمان جاء بيانو بلاك، ما في اضافات على الموديل السابق، نفس المواصفات ونفس المزايا اللي موجودة في موديل 2021 هي نفسها موجودة في 2022، سنة الصنع 2022، دفع رباعي، شاحنة خفيفة، كلة البنزين والشيك 12.2 كيلو، التقييم ممتاز، بنزين 91، اوتوماتيك 2000 CC، متعدد الاغراض. طبعا مقابض كلها جايك عليها تطعيمات كروم بالاضافة لخاصية الدخول الذكي، تشغيلها بالمفتاح او فتحها بالريموت والمفتاح،
مواصفاتها بشكل كامل بشكل بسيط، اختصروا بعض التفاصيل المهمة وحطوها لنا على الورقة هذه، لكن مواصفاتها أكثر من هذه اللي موجودة أو مكتوبة هنا. طبعا التفاصيل المهمة مثل الإضاءات، مثل الشاشات اللي عليها، هذه اللي مكتوبة بهذه الورقة. سعرها ب109,900 ريال غير شامل الضريبة، وسعرها بعد الضريبة ب120,385 ريال. ضمان سيارات شنجان 5 سنوات أو 150,000 كيلو، أيهما أسبق؟ الأحصنة فيها طبعا 233 حصان. في أمان الله.